اذا اخواني واخواتي في الفيديو السابق تعلمنا طريقه الايكو تعلمنا طريقة البايب وتعلمنا الجريب، طبعا هذه الأشياء سوف نذكر بها، طبعا قلنا أن الإيكو نقوم بالطباعة، قلنا أن كذلك نستعمل سهم واحد لكي نقوم بتحديث ما يوجد في الملف، وكذلك سهمين لإضافة أشياء على ما يوجد في الملف، استعملنا الجريب لكي نبحث عن شيء معين، واستعملنا البايب التي تقوم بنقل يعني الأوامر من جهة إلى أخرى، طبعا هذه الأشياء سنشرحها بشكل مفصل في هذا الفيديو، ماذا سنضيف في هذا الفيديو؟ قلنا أنه لدينا ملف النيم طبعا سنقوم بقراءة ما يوجد داخل ذلك الملف باستعمال النيم حسن جدا إذا لدينا ماتادور زهير مدرستك طبعا لنفترض مثلا لدينا عدد كبير من الأسماء ونريد أن نعرف عدد الحروف عدد الجمل وعدد السطور الموجودة إذا سنستعمل مرة أخرى كات نيم طبعا هذه الأشياء شرحناها سنقوم بتحويل تلك المعلومات إلى أمر آخر، طبعا المعلومات التي سوف يطبعها هنا والتي هي عبارة عن هذه المعلومات سنقوم بتحويلها إلى أمر آخر، يعني سننقلها بهذا الشكل، ستذهب من هنا إلى هنا، هذه المعلومات عوض أن يطبعها في الشاشة فهو سيطبعها إلى برنامج آخر، يعني سيقوم بتحويل ذلك الناتج إلى برنامج آخر والذي سنسميه الوورد كاونت، ماذا تعني دبليو سي؟ سي تعني وورد كاونت، يعني حساب عدد الجمل، حسن جدا، إذا الآن لاحظوا معي ماذا سيحصل. سيعطيني 3 3 28 اذا ماذا تعني هذا هل هذا رقم هاتفي كي زهير ام ماذا لا ليس رقم هاتفي هذا ساشرح لكم الان هذا يا اخوان لاحظوا معي 3 تعني انه لدينا ثلاثه سطور 1 2 3 3 الثانيه تعني انه لدينا ثلاثه جمل طبعا الجمله الاولى والجمله الثانيه والجمله الثالثه وكل وكل يعني لدينا ثلاثه حروف لاحظ معي أه، ليس ثلاثه حروف عفوا لدينا 28 حرف طبعا هو يحسب كذلك النيو لاين لانه في اخر في اخر كل يعني كل كلمه توجد هناك نيو لاين مثلا عندما نقوم ببرنت في برمجه لغه بايثون فنحن نقوم بوضع مثلا بهذا الشكل مع ونضع هذه الكلمه لكي نقوم برجع بالرجوع الى السطر، هذه الكلمه يعني ان وهي تعني بالرجوع الى السطر، هو طبعا يقوم بحساب هذه الجمله كذلك، فهي لا تظهر هنا ولكنها موجوده خلف الكواليس. اذا اذا قمنا بحساب هذه الاشياء هنا لاحظوا معي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 و 25 إذا لاحظوا معي هنا 25 حرف ولكن هو يعطينا 28 لماذا؟ كما قلت فهو يحسب النيو لاين هنا وستصبح 26 نيو لاين هنا 27 ونيو لاين هنا تساوي 28 حسن جدا وكي تلاحظوا ذلك دعونا نقوم بالتعديل على النيم ونقوم بإضافة اسم إليها ولاحظوا معي ماذا سيحصل مثلا زهير ما إذا الآن أضفت يعني كلمتين في مكان واحد إذا ماذا سأفعل؟ سأقوم بإعطاء الأمر مرة أخرى لاحظوا معي كم تغ... كيف تغيرت الأرقام عوض هذه الأرقام هنا الآن أصبحت هذه الأرقام هنا إذا ماذا حصل يا زهير؟ حصل الذي لا أعرفه طبعا <applause> إذا حصل أنه أصبحت لدينا أربع سطور واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة سطور أصبحت لدينا خمس كلمات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لاحظوا معي يحسب كل يعني كلمة لوحدها يعني خمس كلمات وأصبح لدينا أربعة وأربعون حرفا يعني good luck counting them. <applause> يعني حظ موفق لكم لحسابهم أنا لا أريد الحساب لأنني عطشت أصلا <applause> حسن جدا إذا الأشياء التي فهمناها الآن وهي أننا قمنا بأخذ كات وأخذنا ذلك المحتوى وقمنا ب قراءه المحتوى وقمنا ببايب ووضعناه في دبليو سي الان سنقوم باضافه شيء اخر وهو اننا نريد ان نقوم بحفظ هذه المعلومات في ملف اذا كيف سنقوم بذلك سنقوم باستعمال السهم الذي درسناه فيما قبل وسنقوم بوضعها هنا سنقول مثلا index او نقول مثلا numbers تي اكس حسن جدا اذا لاحظوا معي اس إذا ذهبت إلى سطح المكتب سأجد أنه أصبح لدي ملف اسمه نمبرز إذا قمت بوضع ذلك فتح ذلك الملف كانت نمبرز سأشاهد أن بداخله تلك الكلمة الحروف يعني المعادلة الموجودة هنا وبهذا نقول نكون قد احتفظنا بها داخل يعني ملف معين ويمكننا كذلك التعديل عليها باستعمال نانو نمبرز ثم كما تشاهدون فهي موجودة هنا حسن جدا إذا لا يوجد هناك أي مشكلة يعني قمنا باستعمال أربعة أشياء الآن أخذنا كات قمنا بقراءة الملف عوض أن يطبعه في شاشة المكتب استعملنا البايب قلنا له لن تطبعه الآن نريد أن نقوم بقيام بعملية معينة على ذلك الناتج ثم أخذنا WC التي قامت بالاشتغال داخل النتيجة التي أخذناها من كات ثم قمنا بوضع الناتج في ملف اسمه NUMBERS Text حسن جدا إذا كان معكم زهير مرة أخرى في فيديو من دورة لينكس لا تنسى زر إعجاب وكذلك أرجوك أرجوك لا تنسى كذلك لايك like. وسنلقاكم ان شاء الله في الفيديو القادم الى اللقاء مع السلامه